مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. إلى العراق مجددا وإلى أهلنا هناك في الأنبار. من حديثة معنا عبر سكايب الشاعر الأستاذ القدير محمود دلي الجعفر. حياكم الله أستاذ محمود، وأنرت بيت القصيد في هذه الحلقة. أستاذ محمود، إذا كنت تسمعني جيدا، حبذا لو تحدثني عن المشاعر التي تختلط على الشاعر العراقي حينما ينعجن بقصيدة الحزن في مقابل أي حدث قد يمر به العراق. ممكن السؤال والله إذا ممكن مرة ثانية أعيد عليك السؤال، لو تحدثني عن مشاعر الحزن التي تسكن وجدان الشاعر العراقي حينما تنعجن أحاسيسه مع قضية ما أو حدث ما يحصل في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فأعتقد أن العالم العربي والإسلامي يطلع ويشاهد ما يحدث في العراق من مآسي ومن مصائب مرت على هذا البلد منذ فترات طويلة تسبق هذا الاحتلال الأخير الذي جاءت أمريكا بمن عاونها وساعدها على احتلال هذا البلد وإحلال النكبات والمصائب على أهله، حيث أشيعت النكبات وجراء الطائفية البغيضة التي جزأت أبناء البلد الواحد، حيث أن العراقي يخجل عندما يسمع هذا شيعي وهذا سني وهذا كان بلد يجمع أبنائه على أفضل ما يكون متحاب في كل شيء. فالمآسي والأحزان التي مرت بهذا البلد أول ما حركت أو أول ما تحرك الشاعر، لأنه يستطيع أن يصور بلده بمآسيه وأحزانه وما يحل به أجمل تصوير. ولذلك نجد أن شعراء الفصحى لم يقصروا في رسم تلك الصورة المحزنة الكئيبة، وجدنا أن الشعراء الشعبيين أكثر اهتماماً وأكثر جرأةً وأكثر تصوراً لما حدث في هذا البلد. الصورة التي مرت في العراق مرت عليها، يعني لم تكن هي حديثة، وإنما مرت عهود كثيرة على هذا البلد. ربما كان الشعراء لهم نصيب أكثر في رسم صور الاحتلال، صور الصراعات الداخلية وما حدث جراءها من أمور أتعبت هذا البلد، أرهقته اقتصاديا. حينما نريد أن نتحدث عن التعب يا أستاذ محمود، إذا أردنا أن نتحدث عن التعب فإننا يعني من المؤكد أننا لن ننتهي. دعنا نتحدث الآن عن تجربة الحزن الخاصة بالأستاذ محمود حينما يكتب خصوصا القصيدة العراقية. ما نحاول أن نقرأ ما كتبنا لو نبقى في الحديث الشكل. نعم تفضل أستاذ محمود، هل تسمعنا؟ نعم تفضل، ألقي علينا أولى القصائد التي تحب أن تبدأ بها هذا العدد المميز رفقتكم من بيت القصيد إلى القصيدة الافتتاحية، تفضل. احنا عشنا منذ مرحلة الابتدائية، يعني من الخمسينيات، بداية الخمسينيات، ونحن نحس بواقع البلد، بواقع العراق، وما مر من تاريخ الوثبة سنة 48 إلى القضية الفلسطينية،
إلى قضايا الجزائر، إلى هموم كثيرة جعلتنا أكثر الشعراء تأثرا واهتماما ونظما في هذه الأمور. نعم. وكانت مجموعتي الأولى هي تفضل. حنين إلى الفجر. نعم. هذا الديوان طبع في لبنان ووزعته الدار الكويتية في الكويت، واعتبرت هي صاحبة التوزيع والنشر، وكان له صدى في العالم العربي والإسلامي، حيث أن هناك فيه نشيد كان إلى الناشئة. نعم. أنا الداعي بإيماني أن الإسلام رباني، الآن ينشد في أكثر البلاد العربية، في السعودية، في الجزائر، في ليبيا، في السودان، والأكثر يجهلون من هو ناظم هذا النشيد الذي له وقع وأثر. وأنشده الأهل في فلسطين أيضا دكتور محمود، كي لا ننسى ندعي بإيماني أن الإسلام رباني إلى آخره من هذه القصيدة العروبية الإسلامية التي تجعل العربي مرتبطا بجذوره وهويته وأصالته. الآن نريد أن نستمع إلى أولى القصائد التي ستقرأها علينا، تفضل. إلى الشعر أستاذ محمود. حقيقة أوضحت أو أبنت إلى كل من يريد أن يتعرف إلى اتجاهي وعقيدتي وفكري، فقلت لهم أن شعري، وهي أولى القصائد التي نشرت في حنين الفجر، قلت: دوت بشعري وردة النرجس، وشاك فيه ناعم الملمس، وقبل ماتت أختها الزنبقة، وشيعتها آهت المحرقة، وأتبعتها الدوحة المورقة، الله، واختلط الأخضر باليابس، وأدخل الروع على اللامس، وجف من غصني ذاك الندى، وعافه الطير فما غردا، حتى الوريقات من الغصن تساقطت ذبلا، من الحزن مصفرة الخدين من وهني، وتضرب الأغصان كف الردى، وتسكت الأيام طيرا شدا، تعاف بحر السفن الحالمة، تخيفها أمواجها اللاطمة. يا الله. فحاذر الملاح أن يجري في لجة من ذلك البحر، وعطل الأنس فلم يسري، يرقب أياما له سالمة، ورحلة ناعمة ناعسة ناعمة، وذي سمائي لم تعد كالسما، أبصر فيها السحر والأنجما، أكثرها يا صاحي حشد الغيوم، ولبدتها قافلات الهموم، لا قمر يغري بها لا نجوم، أعافها أهجرها كلما أيأسني الجرح ولا بلسما، لكنها الآمال يا إخوتي تعشعش الآن على دوحتي، والأمل المنشود كل الأمل أن أسمع الطير بأيكي جذل، منتقلا ما بين زهر وطل، من أيكة يجري إلى أيكتي، يرفل جذلانا وفي بهجتي، يا أملي في أن أرى رايتي، يا أملي في أن أرى رايتي. أحسنت أستاذ وكانت محمود. هي قصائد حقيقة قبلها لم تنشر في حينها. نعم. الآن وضعت الصورة من الأحزان، من المآسي، لكن ولا شك دائما ننهي حديثنا ونتوج قصائدنا بالأمل الذي هو غايتنا. وكثير من الشعراء الذين يطرقون أبواب الواقع الحزين عادة ما يختمون قصائدهم بشيء من الأمل، من أجل بث روح العزيمة في نفوس القراء، وأنت منهم. أستاذ محمود، أريد أن أسألك سؤالا إن كنت تسمعني جيدا. أريد أن أسألك، لو تحدثني والسادة المشاهدين عن قصة لإحدى قصائدك أجبرتك على البكاء. أحب أن أعطي صورة للمتلقي للمستمع. تفضل. أن الأحزان
لا توصف في حالة وقوعها، نعم، وإنما نجد أن التذكر والعودة إلى الماضي يجعل الشاعر يعني أكثر جزالة في النظم. لهذا دائما نجد الشعراء يذكروني والتذكر. فالحقيقة أنك تبكي عندما تقع النازل أو المصيبة، لكن وقع المصاب يحول دون أن تنظم في حينها، وبعد أيام تجد نفسك عدت إلى تلك الفترة ونظن واستطعت أن تجيد في نظمك. أرى نفسي مجبرا على المقاطعة هنا دكتور محمود شاعرنا العراقي الجميل، وأريد منك أن تحدثني عن مصاب ما دفعك إلى البكاء حينما حاولت ترجمته قصيدة. أستاذ محمود هل أنت معنا؟ في نبأ في وقته جاءنا خبر حريق شب في الأقصى، نعم، فقلت قصيدتي مع البكاء مع الدموع مع الأحزان. أقرأ تفضل لكم بعض أبياتها. اقرأ القصيدة تفضل. شكت وحق لها تشكو وتنفجر، فالنار في موطن الإسراء تستعر، ملء الفضاء أطلقتها وهي صارخة، فقد كفاها على المأساة تصطبر. هبت وهب بها الأقصى تحرقه نار الدخيل، فأين الوعي والغير؟ صاحت فهز الصدى أرماس قادتها، ودمدمت للصدى الآيات والسور. فقد تمزقت الأحشاء من ألم ألم فيها طويلا وهي تنتظر، وشق ذاك عليها فوق محنتها، وهالها أن معنى العدل مندثر، فشيعتها صراخات مدوية شأن الأسير دهاه القيد والخطر. الله من غفلة أوهت عزائمنا، فقام يعبث فينا الظالم الأشر. يا الله. دعواه لاحت فما تخفى على بشر، ونحن يلعب فينا الظن والخدر. وللعدو يد فتاكة عبثت جهرا، وأخرى له بالسلم تستتر. يا مسلمون وماذا بعد ننتظر؟ وقد تقرح جرح وانقضى وطر 20 عاما. هذه القصيدة في الستينات، نعم، بعدني أعيش القرب من المأساة. لك أن تكمل. 20 عاما على المأساة، 20 عاما على المأساة، حاملة وزر القضية فيها ما زها خبر. 20 عاما بنا مرت تضج بها كل الرزايا، وفيها الهم والكدر. ما أوقفتها صراخات وجلجلة للحق منا، كأن ما لنا أثر. يد الذليل استطالت هكذا فعلت، وذاك ما شاده في أمرنا القدر. حتى سئمت ولم أحفل بواحدة من الأماني، بها أزهو وأفتخر. أقدم أخي الحق، أقدم أخي الحق، إني بانتظار غد به أحسن ظني، بل وأعتذر. ولن عن الوعد في من وعده كذب، ونهجر الساسة الأرجاس من غدروا، من فوتوا فرصا كانت موشحة بالنصر، لو أن فيما حل نعتبر. أنهي القصيدة بدعاء حتى لا أطيل. أكمل يا أستاذ محمود. أقول يا رب بيتك داس اليوم حرمته، من دنسوا صفقة التاريخ، من مكروا يا قادة الحق. جئت اليوم أندبكم وأستغيث بكم، قد مسنا الضرر. يا من رفعتم صروحا ظل مفتخرا بها الوجود، وظلت تلهج السير. يا باعث الهمة الشماء يا عمر، النار في بيتك، النار في البيت في المحراب تستعر. يا باعث الهمة الشماء يا عمر،
النار في البيت في المحراب تستعر. لفظ فوق أستاذ محمود دلي الجعفر الشاعر العراقي الجميل، قصيدة جدا معبرة ومؤثرة. مشاهدينا الكرام، الآن نخرج وإياكم لمتابعة أو نذهب لمتابعة هذه القصيدة ضمن فقرة قصيدة للوطن. معنا القصيدة الدمشقية للشاعر السوري الكبير الراحل نزار قباني، نتابعها ومن ثم نعود. هذه دمشق وهذه الكأس والراح، إني أحب وبعض الحب ذباح. أنا الدمشقي لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح. ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راحوا. زراعة القلب تشفي بعض من عشقوا، وما لقلبي إذا أحببت جراح. ألا تزال بخير دار فاطمة، فالنهد مستنفر والكحل صباح. إن النبيذ هنا نار معطرة، فهل عيون نساء الشام أقداح؟ مآذن الشام تبكي إذ تعانقني، وللمآذن كالأشجار أرواح. للياسمين حقول في منازلنا، وقطة البيت تغفو حيث ترتاح. طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف أنسى وعطر الهيل فواح. هذا مكان أبي المعتز منتظر، ووجه فائزة حلو ولماح. هنا جذوري هنا قلبي هنا لغتي، فكيف أوضح هل في العشق إيضاح. كم من دمشقية باعت أساورها حتى أغازلها والشعر مفتاح. أتيت يا شجر الصفصاف معتذرا، فهل تسامح هيفاء ووضاح. خمسون عاما وأجزائي مبعثرة فوق المحيط، وما في الأفق مصباح. تقاذفتني بحار لا ضفاف لها، وطاردتني شياطين وأشباح. أقاتل القبح في شعري وفي أدبي حتى يفتح نوار وقداح. ما للعروبة تبدو مثل أرملة، أليس في كتب التاريخ أفراح؟ والشعر ماذا سيبقى من أصالته إذا تولاه نصاب ومداح؟ وكيف نكتب والأقفال في فمنا، وكل ثانية يأتيك سفاح؟ حملت شعري على ظهري فأتعبني، ماذا من الشعر يبقى حين يرتاح؟ ماذا من الشعر يبقى حين يرتاح؟ حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، نذكركم باسم ضيفنا وهو الشاعر العراقي الأستاذ محمود دلي الجعفر من الأنبار، تحديدا من مدينة حديثة. حياك الله أستاذ محمود مجددا إلى القصيدة التي تود إلقاءها هذه المرة إلى الشعر مباشرة، تفضل. لقد ذكرتني بموضوع العراق وما فيه من مآسي وأحزان. والحقيقة أننا ما وجدنا يوما شيء يفرح حتى نتحول إلى شعر المرح والدعابة والارتياح. وإذا عدنا إلى دواويننا
وكل ما قلناه من قصائد تحدثنا عن الجزائر وعن كشمير يوما ما وعن باكستان وعن مصائب المسلمين في العالم وعن فلسطين الحصة كانت الحصة الأكبر. فحقيقة كل ما قلناه من شعر مآسي أحزان. نعم. وأقرأ للمستمع بعض أبيات من قصيدة عنوانها إلى قادة أمة. تفضل. أو إلى قادة الأمة. أقول: لليوم ما زينت شعري الرياحين، كلا ولا أينعت فيه البساتين، بل زينته هموم عاشها وطني، عندي هي العطر والأعناب والتين. يا الله. أوقفته لحياة صرت أعشقها، والعشق في الله إنشاد وتلحين، وراح من راح يلهو في قصائده، وفي قصائده اختلت موازين، فكان والقادم المحتل في هدف، بما أتانا به الغازون مقرون، تاهوا بنادي الدنايا وسط عربدة، وعلمتنا الهدى تلك الدواوين. هذا العراق الذي أدمت مصائبه، كفاه كل على ليلاه مجنون. الله الله الله. قد هد أمتنا حزب النفاق، ومن تنبيك أسرارهم برلين والسين. تشابه الحال حتى صرت أسألهم: أعبد حاكمنا أم ذاك ساسون؟ باعوا بأبخس أثمان ضمائرهم، فكيف واليوم تنهال القرابين؟ هم العبيد وللدولار قبلتهم، فلا تلمهم، فللدولار تزيين. شعب يجوع وهم ملأى خزائنهم، شعارهم جمع أموال وتخزين. جاء العراقي في البأساء يسألهم: أفي العراق يتامى أو مساكين؟ أفي العراق يتامى أم مساكين؟ أعد هذا البيت يا دكتور. شعب يجوع وهم ملأى خزائنهم، شعارهم جمع أموال وتخزين. جاء العراقي في البأساء يسألهم: أفي العراق يتامى أو مساكين؟ عاد المغول رعاء القوم ثانية، وللأجانب تمويل وتموين. جروا العراق لتشريد ومذبحة، وسلموه نهارا وهو مديون. فأكرم المجرم المحتل صحوتهم، فاسترياه لهم وارتاح كوهين. وتلك إيران باسم الدين عابثة، سلاحها عند شق الصف صفين، وحامل السنة الغراء يعدمه كلب مجوسي منه يبرأ الدين. وأقرأ بعض أبيات من هذه القصيدة. نعم. على الفرص تسمح لي أن أعود إلى قصائد أخرى. لا ضير، لا يزال معنا بحبوحة من الوقت، لك المنصة والمنبر. تفضل دكتور محمود دلي الجعفر، شاعر العراقي المتميز حقا والجميل بانتمائه إلى قضايا جرحنا العربية الممتدة على طول الخريطة الواحدة التي لا يمكن لها أن تقبل أن تتجزأ أو أن تنقسم على غير أبنائها. تفضل واقرأ ما تحب، لك الكلمة دكتور. وسهلا، أهلا بك. مع عنوان قصيدة المشهد القادم أو القصيدة الجديدة التي ستقرأها علينا، تفضل دكتور محمود. هل أنت معنا؟ إن شاء الله. طب تفضل، لك الكلمة الآن وبإمكانك أن تبدأ القراءة. لا مشكلة إن شاء الله. ما لست يعني أعطي صورة اليأس. نعم. فيما يحل في هذا البلد، لكن مرت علينا 70، علينا 70 عام ونحن في هذه المآسي،
وتشغلنا قضية أعز وطن هي القبلة الأولى فلسطين. فأقول قضايانا بعد 70 عام عشق الكتاب، أتحدث عن نفسي، عشق الكتاب من الصبا ومن السياسة يستزيد، يخلو بمكتبة تدلك للطريف من الثقافة والتليد، يا ما بكى الإسلام والأوطان والبطل الشهيد. 70 عشناها يطيل بعمرنا الأمل البعيد، وحديثنا النصر القريب، وسوف نفتك باليهود. وتقدم الأسد الهصور وخلفه تمشي الأسود، وهناك غردت النساء، وهناك زغردت النساء للجيش وارتفع النشيد. سرعان ما رحنا لنحصي كم أسير كم فقير. يا الله. في كل دار 1000 لاطمة على أزكى الخدود، ويظن 1000 مهجر عن داره يوما يعود. لم تبق إلا أمنيات في ركوع أو سجود، واليوم لا شام ولا بغداد أو يمن سعيد. والطب يعطيك المهدئ حسبه مما يجود. تحسبينا قبلة الإسلام أيقاظا ولكننا رقود، وهزائم ولت تلتها 1000 مشكلة كؤود. جعلوا الإرهاب في الإسلام وأعطونا واجعلوا الإرهاب في الإسلام وأعطونا العهود، وخذوا منا عروشا حصنوها بالحديد. هذه نهاية قارئ قد عاش في هم شديد، يا ليته هنى وبارك دومه ذاك البليد. أترى يرجع حق يرجع حقا لأعدانا العبيد؟ أترى يرجع حقا من لأعدانا عبيد؟ أعيده تصحيحا، أترى يرجع حقا من لأعدانا عبيد؟ أترى يرجع حقا من لأعدانا عبيد؟ عبيد لم يبقى شيء عندنا إلا التغزل في المصيبة. يا قدسنا هيهات أن ننساك، بل أنت الحبيبة. الله. وعليك نخلع خير ألفاظ وأوسمة مهيبة، ولأنت أفضل غادة حسناء أنجبت العروبة. وسيكتب التاريخ عنا يومها قصصا عجيبة، لنهاية ظلماء قد جاءت بأنباء غريبة. فالداء نفس الداء يدن اليوم من أسوار طيبة، واليوم تشهد قبلة الإسلام راقصة طروبة. وأظن بدء الشر والأشرار قد رسموا دروبة، يا قادة اليوم اكذبوا، لا ما عليكم من ضريبة. فشعوبكم لا أنتم من تلقى أياما عصيبة، وليحرقوا الروض الجميل يمنعونا عن دريبة. واخضرت كل البقاع وأرضنا ظلت جذوبة. إلى هنا أتوقف. دكتور محمود، دعنا نتناقش قليلا. ماذا تقول في أديب أو مثقف لا مبدأ؟ ماذا تقول في أديب أو مثقف لا مبدأ له ولا قيم؟ على كل القصيدة تشير إلى ما تفضلت به، لكن لكي أنتقل إلى قصائد أخرى حرصا على الوقت. لا مشكلة، هناك الكثير من الوقت، ولكنني أريد أن أنتهز الفرصة حتى أناقشك، وأملي أن تجيبني على هذا السؤال. قولك الخاص في أي أديب؟ دكتور محمود هل تسمعني؟ أتوقف؟ سنتوقف قليلا، بعدها نذهب إلى النقاش وإلى الشعر. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى هذا الفاصل القصير، بعده نعود لاستكمال ما تبقى من حلقة هذا المساء من بيت القصيد. ابقوا معنا.
مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم مجددا الى حديثة في الانبار بلدنا العراق الحبيب. وهناك معنا الشاعر الجميل الدكتور محمود دلي الجعفر. دكتور محمود، خلينا نتناقش قليلا. سألتك قبل الفاصل، ماذا تقول أنت بعد هذه التجربة من العقود الطويلة في كتابة الشعر؟ ماذا تقول في الشاعر لا مبدأ له ولا قيم؟ بس يا أستاذي أكتفي بما قرأت. نعم. طيب، إذا سألك أحدهم من الشعراء كيف للشاعر أن يعيش من أجل قيمة، هل يمكن أن يقدم روحه فداءها؟ أم أن هذا نوعاً من أنواع المبالغة مثلاً؟ يعني أستاذي قد يكون موضوع شوي أوضح بإعادتكم للسؤال أو الاستفهام. أسألك قائلاً، ربما يقول لك أحدهم، هل يمكن فعلاً للشاعر أو الأديب أو المثقف أن يبذل الكثير من أجل قيمة أخلاقية معينة، من أجل مبدأ يتخلق به، أم أن هذا نوعاً من أنواع المبالغة؟ سادي، لتكون الصورة واضحة. نعم. بعد نكبة فلسطين انقسم العالم، أو انقسم الشعراء في العالم العربي أو العالم الإسلامي الحريص على تراثه وعلى مآثر أهله، انقسام واضح. فيقال هذا الشاعر الإسلامي، وهذا الشاعر القومي، وهذا الشاعر الشيوعي، وهذا الشاعر الدنيوي. يعني فكان اللي همتهم أو همهم وطنهم الإسلامي الواسع العريض التزموا بعقيدة ثابتة وبمنهج واضح، وأطلق عليهم اسم الشعراء الملتزمون. نعم. فأشيع عندنا الالتزام في الشعر، ونحمد الله أننا تركنا أثر في ذلك. يسبقنا شعراء في الشام، شعراء في مصر، شعراء في فلسطين. وكنت أنا مع الأخ الشاعر المرحوم وليد الأعظمي وشاعر آخر من إخواننا نتبنى هذه الصورة من الالتزام، بحيث لم نخرج عن القصيدة الإسلامية الملتزمة التي تعبر عن مآسي أمتنا وأوطاننا. وركزنا على قضايا مهمة حتى أصبح يشار لنا بأن هؤلاء شعراء إسلاميين. وهكذا يكون للكلمة قيمة. نعم، وهكذا يكون للكلمة قيمة تتجاوز الحبر. نعم. طيب دكتور محمود، إذا أردت أن أسألك الآن، بعد قرابة 70 عاما وأنت تكتب الشعر بحب العراق وحب الوطن العربي والدول العربية والمآسي العربية المنتشرة على طول الخريطة، حبذا لو تحدثني الآن عن العراق وكيف تتخيله، العراق الذي تحب، العراق الذي ترجوه، الذي ترجو أن يكون. ما دام في العراق محتل و دول متنفذة تتحكم في اقتصاده وفي سلوك هذا الشعب وتتصرف تصرف القوي مع الضعيف، نبقى في هذا الصراع. والآن يحدون الأمل أن الدول العربية والإسلامية تمد اليد أو يد العون إلى العراق لتنتشلهم ما فيه من مصائب وكوارث، وإلا أن يترك العراق لوحده بهذه الصورة يبقى الشاعر يعيش في مأساة. وهذا ما نرجوه مثلك أيضا دكتور محمود. ربما العالم لا يحس بهذه الصورة من مآسينا وما نعانيه في هذا البلد. لكسب الوقت دكتور محمود، خذنا إلى جديد الشعر، ماذا ستقرأ علينا هذه المرة؟ إلى أي مأساة عربية ستأخذنا وكل واقعنا مآسي؟ وكل واقعنا مآسي. هل تكون يعني هذه الصورة عندما تبرع ترامب الملعون، يتبرع في بيت المقدس
إلى هاي المرحلة الأخيرة إلى اليهود. صدقت. قلت في حينها تفضل شوي على البحر السريع. قلت بمناسبة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أقول يا حماة الدار، هل من باعث فينا الحمية لنعد اليوم جيلا ذا أنات وروية، صائحا في كل ناد لما قد صرنا الضحية، نحن أهل العزم والإصرار والنفس الأبية، نحن أهل الفضل والإحسان والكف الندية، كم حكمنا فعدلنا وزهت فينا الرعية، ورفضنا كل فكر من عهود الجاهلية، خيلنا طافت بطاح العر عفوا خيلنا طافت بطاح الغرب والصين الخصية، فأتانا اليوم غاز معه مليون حية، هم إلى التقسيم جاءوا وإلى طمس الهوية، لو تسأل عنهم تجدهم أنهم شر البرية، يا الله زرعوا الإرهاب فينا، زوروا ألف قضية، حللوا سفك دمانا، فعلوا كل دنية، واستعانوا بخبيث جاءنا ينشر غية، وإذا ما اكتملت بعض فصول المسرحية، قالوا لإسرائيل هاكي هذه القدس هدية. يا الله. يا شباب العرب عودوا للينابيع النقية، وانهلوا من شرعة المختار تلك العالمية، ونشيد النصر يعلو لغد سيروا سوية، والذي أشعل فينا اليوم نار الطائفية، ليس من أب شريف لا ولا أم زكية، ليس من أب شريف لا ولا ولا أم زكية. أحسنت يا دكتور. أخبرتنا في البداية أنا على البحر السريع، أظنها أقرب إلى مجزوء الرمل، أليس كذلك؟ نعم، كنا شوي نسرع بالرمل، قريب من السريع، قريب من يعني. نعم أحسنت. حدثني عن الجراح الآن، عن الجراح الفلسطينية، وما الذي تتمناها، القصيدة التي تتمنى أن تكتبها عن فلسطين قريبا، حدثني عن طبيعة وشكل وجوهر هذه القصيدة. تجد دواوين عندي كان أكثر ما قلت فيه في القضية الفلسطينية. نعم. لكن الآن قاعد نتحدث عن قضايا الساعة القريبة. أحسن. والقصائد ما كان عندنا يوم ما حفل في مولد أو مناسبة إسلامية. نعم. بدر أمور أخرى، إلا والقصيدة تتحول إلى. لا دكتور محمود، أنا كتبت أو أنا قصدت يعني بحكم أن حضرتك يعني منذ أكثر من 50 أو 60 عام وأنت تكتب شعرا من أجل القضية الفلسطينية والعراق والواقع العربي، في سؤالي قصد ما هي القصيدة التي تتمنى لو تكتبها عن فلسطين تحمل تغيرا في الواقع، تحمل شيئا من الحرية، هل خطرت في بالك مثل هذه القصيدة يوما؟ أنا أتمنى هذا التساؤل أو هذا الاستفسار اللي تفضلت به كان يسبق هذه الجلسة حتى أعد لك مو كل ما قلنا، وإن بعض ما قلناه في القضية الفلسطينية. نعم. والحقيقة أن الآخرين قد يكون يمر في بيت أو بيتين يدعي هو يحمل الشعور القومي والشعور العربي، لكن ثق قصائد إلهم ملأت الآفاق لم نجد عندهم بيت واحد في القضية الفلسطينية. أحسنت. ربما كلامك هذا يقودني إلى تساؤل جديد دكتور محمود، يقودني هذا الكلام إلى تساؤل جديد، الشعراء الذين يسعون إلى تغريب أفكارهم وإلى استصدار أو إلى يعني استيراد أفكار لا تمت لواقعنا ولا لبيئتنا ولا لظروفنا بصلة، كيف يمكن لمثل هؤلاء أن يقودوا أمة نحو الخلاص؟ هل هذا ممكن؟ نعم. هل أنت ترى أن هؤلاء قادرين أو قادرون مثلا؟ لا أظن ذلك. حينما نتحدث عن من أقصد هنا أستاذ محمود، ودعني أو دكتور محمود خليني أوضح لك السؤال، الذين ينفصلون عن واقعهم وتاريخهم ويستوردون أفكار المستعمر ويتبنون هذه الأفكار، كيف ستنتصر الأمة على أكتاف هؤلاء؟ أخي قيل يوما ما عندما
تكلم عن المأساة وتكلم عن الهزيمة. نزار قباني اللي قرأت علينا شيء من شعره، قيل عنه أنك أنت المأساة، أنت المصيبة، أنت وأمثالك من هدمت هذه الأمة وهذا المجتمع، والآن تتكلم في الانتكاسة. قيل عنه ذلك. نعم. المصيبة اللي مرت على أدبنا وقصائدنا أن الذي يتغنى أو يتباكى هو في وادي والمشاعر الحقيقية في وادي آخر. إحنا مع الأسف نعيش كثير من شعر الانتهازية والتلون والتقلب. لهذا أقول أن الشعراء اللي أهمتهم القضية الفلسطينية ومآسي أمتهم هم واضحين ومعدودين، ومر عليهم الزمن وقصائدهم لا تقرأ ولا تتلى لأن الإعلام خصم إلهم. نعم. والفضاء خصم والإذاعات. نعم. وعاشوا المآسي الحقيقة، وأتمنى أن تنشر قصائدهم ودواوينهم في هذه الظروف، لأن المأساة تحتاج إلى هؤلاء وليس إلى دكتور محمود دلي الجعفر الشاعر العراقي الجميل جدا. للأسف الوقت يعني لا يسعفنا، لذلك نريد منك أن تتحفنا بقصيدتك الأخيرة، فماذا ستختار مسكا للختام إلى القصيدة الختامية؟ تفضل دكتور محمود. دكتور محمود هل تسمعني؟ نعم. تفضل، وصلنا إلى القصيدة الأخيرة في هذه الحلقة، بإمكانك أن تبدأ إلقائها. إن شاء الله. تفضل. أقول في قصيدة عنوانها بلاء وجلاء، أقول: عشت لله وخير الشعر ذابي، وجعلت الحب للإسلام عنوان انتسابي، وهجرت النوم والراحة لما وهجرت النوم والراحة لما وقف المحتل من عتبة بابي. أنت من أنت الذي جئت وعرضت ديارا للخراب؟ تطرق الأبواب نصف الليل، لم تسمع لعذر أو جوابي. أنا أمريكا التي روعت شعبا، حاد عن درب الصواب، وعبرت البحر للنفط لخيرات لها سال لعابي. ما فعلت اليوم في ما فعلت اليوم أكو هناك خطأ، أعتذر سادي. أنا بغداد، جوابا لهذا التصرف، أنا بغداد التي كنتم وأبحرتم لهدمي واستلابي. رغبكم أبقى ويبقى المجد عنوانا لصفحات كتابي. أنت من حاربت قرآنا، هذا الخطاب إلى أمريكا. نعم. وغيرها. تفضل. أنت من حاربت قرآنا وبنتا قررت وضع الحجاب. أنت من خفت صلاح الدين في النوم وأوهام السراب. ذكروها ثورة العشرين، فالحمقاء في عهد التصابي، يوم ثار الشعب بالمقوار والمحتل في حال اضطراب. يا رجالا للعشيرة في مرابعها الجميلة في الهضاب، ودع المحتل أعباء وعبء الحل في الشخص المهاب. فاجعلوا الديوان للإصلاح بين الناس يقضي للصعاب. فالسجون اليوم ملأى تشكو من ظلم لقانون العقاب. كم نبي اعتذر لبعض الأبيات شوية، ما لا عليك، لا تثريب عليك أستاذنا، تفضل. منها: من لهذا الشعب من ضيم ومن طول احتلال وانتداب؟ من له الساسة في شغل وخلف مستديم وغياب؟ مرت الأعوام والمجلس مشغول بإكمال النصاب. هكذا تبقى بلا حل، وذا يدعو الغيارة لانتخاب. ما جنينا طول عهد غير تشييع ودفن وانتحاب. جثث الأبناء في الساحات
من حظ الكواسر والذئاب إن هذا المجرم السفاح لم يندم ولم يأخذ بدرس من غرابي. أي خطب دان جيشا صيب في حال اكتئابي. أي خطب عفوا أيها التاريخ هل هزتك مجزرة؟ هذه إشارة حقيقة جت عرضا. لا عليك دكتور. كارثة حلت في حديثة. وأنا أقرأ هذه القصيدة مرت لم تكن في حسابي. لا مشكلة. ومع ذلك أقرأ منها. لا أي مشكلة. باختصار لو سمحت لأنا ولم يتبقى معنا إلا دقيقة واحدة. هذه دخل الأمريكان في دار قتلوا أكثر من 27 واحد فيها. في حديثة. تفضل. فأقول أي خطب دان جيشا صيب في حال اكتئابي. أي خطب للحديثة هز أطراف الشعاب. أيها التاريخ هل هزتك مجزرة الحديثة أم تحابي؟ سجل لها الشرف العظيم على اصطبال واحتسابي. للفاقدين طفولة وعوائلا لاذت بآيات الكتاب. زينوا الأعياد للميلاد أنتم في هناء ورخاء مستطاب. واتركونا للمناحات لأنات الثكالى للعذاب. ودعونا اليوم في قتل وحقد طائفي وسبابي. وقصيدة حقيقة لو استمرنا أعطتنا صورة. أعي ذلك جيدا دكتور. ما نرجوه أن يتحول ويتغير هذا الواقع للرؤية الإيجابية للشمس المرتقبة لأبواب الحرية وفجر الخلاص اليقيني المرتقب وهو المكفول بسواعد الشباب الذين لن يرتضوا الظلم حاكما ولا الظالمين. دكتور محمود دلي الجعفر الشاعر العراقي من حديثة، سررت جدا بهذه الدقائق البسيطة في ظل عفويتك اللطيفة في الإلقاء. أنت قام وصاحب مشروع شعري مرتبط بالقضايا العربية لا سيما قضية فلسطين والعراق أيما ارتباط أصيل. شكرا جزيلا لك على تشريفك لنا في هذا العدد من بيت القصيد دكتور. أهلا وسهلا. أنتم صاحبي فضل في هذا الموضوع لأنه جعلتمنا نسمع ما عندنا من 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 أمور ترجم الشعر. وبإذن الله سيكون بيننا لقاءات دائمة. شكرا لك دكتور محمود دلي آل جعفر من العراق. مشاهدينا الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم. نلتقيكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.